صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل. قولي ياسمين، لأعز وأغلى حبيبات على قلبي، مشتركاتي الغاليات، اليوم حبيتكم تبداو معايا نهاري ملي نوض الصباح نشرب قهوتي حتى العشية بإذن الله. واش راح نديرو في النهار تاع اليوم؟ واش الوصفات اللي راح نديرو بإذن الله؟ هنا حطيت الحليب وحطيت القهيوة تاعي نشرب. واش راح ندير؟ راح ندير البسيسة ولا الزرير ولا الطمينة ولا كل واحد كيسميها. حنديرها بالسكر، هنا عندي العسل تشهيتها، حطيت شويه سكر، حطيت له قطرات شويه تاع الماء، نحركو حتى يذوب السكر مليح. كي يذوب السكر مليح نزيد له الزبده. هنا راني ضفت الزبده ونبقى نحرك حتى تذوب الزبده هذيك. ساعه نبدا نزيد في البسيسه اللي هي عباره عن قمح، شويه مكسرات، شويه عدس، شويه حمص. نقليوهم في الطاجين مليح، نحمصوهم ونديوهم يرحيوه منه، ومن بعد نغربلوهم. هذه جينيرالمون كي يديروها للنافسه. اذا ها هي البسيسه تاعنا ديجا خلصت لي. منحطوها شويه سخونه، بتنعتها لكم اللي ما يعرفش تقسم طينا كيفاه تجي. تجي تقريبا كيما الفرينه في النعومه تاعها. بسم الله، ونبدا نضيف. عبيكم نموت عليها انا البسيسه، ما عرف نفنى عليها، ما تخطينيش العام بكل. كل ما تخلص لازم يا سوا نشري يا سوا دير لي ماما. راح نحطها لكم ان شاء الله في فيديو كيفاه ديروها، خاصه لي ما همش مقسمطينه. القسمطينيه بكل يعرفوا يديروا تاعنا. لما لا نتبادلوا العادات والتقاليد. انا ذقت تاع الغرب يعني فريمون عجبتني بزاف، نشفع عليها كي ولدت بنتي الكبيره، ولدتها مش في قسنطينه، ولدتها في ولايه من ولايات الغرب، وجابوها نسا يعني كتر خيرهم. كليت معاهم وكلاو من تاعنا، كلاو من تاعي. هنا القهوه نتاعها كل وحده كيف تحب ديرها، كاين اللي تحب تخليها سائله هكا، انا ما نحبهاش سائله بزاف، نشتيها شويه حاكمه روحها. تبقاي تضيفي في الخليط تاع البسيطه، خليط القمح يعني، حتى تتحصلي على القوام اللي تحبيه. ها هي البسيسه تاعي بعد ما درتها، حطيت لها الجوز. انا نعتني بنفسي لازمني ناكلها بالجوز، سينو ما ناكلهاش. نشرب حليبه ونخلص ونبدا بسم الله نهارنا. شوفوا واش راح نديروا للغدا، ونشوفوا واش وصفه جديده لنهار اليوم. تسناوني ما عندكم وين تروحوا. هنا حباباتي بعد ما افطرت الحمد لله، ربي يدومها نعمه علينا وعليكم يا الله. دوكا حندير معكم العدس. هنا حطيت البرمه تاع عفوا لا كوكوت، حطيت فيها الماء يسخن. راح نحط بسم الله العدس، غنحط نص باكي هكا كيما تعودتوا عليا انا ملي نستعمل الثقه. هنا راح تقولوا لي لا حطيتي العدس في الماء هكا، حطيته باش نقشرو. حين تقولوا لي الصح في القشور، هي عندكم الحق، لكن انا والله ما نحمل القشور تاع العدس صراحه. نحطه في الماء هذا باه يطلق روحو، ومن بعد نقدر نقشرو ونكملوا الخطوات مع بعضنا. نخلي العدس ابار ونروحوا للوصفه الثانيه تاعنا. اذا راني رجعت لكم احباباتي بعد ما حطيت العدس ساي وغلقت عليه وخليته يرطب بيان باه نقدر نحيلو القشره تاعو. نروحو للوصفه الثانيه تاعنا اللي هي عباره عن فطيره، عفوا هي عباره عن يعني لاباط ماجيك، عجينه سحريه. راح ندير بها انا فطيره محشيه. والعجينه هذه تقدروا ديروا بها الكرواسون، تقدروا ديروا بها البريوش، تقدروا ديروا بها لي سوفلي، لي بيتزا. يعني هي عجينه معتمده لجميع انواع المعجنات والمخبوزات. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير. بسم الله، عندنا كاس تاع الزيت، عندنا كاس ماء يكون دافي، عندنا كاس حليب يكون دافي، عندنا مغرف كبيره تاع السكر، عندنا زوج بيضات، بيضه للعجينه ووحده باه نديروا لا دوغور من فوق ثم باه ندهنوها، وعندنا نص مغرف تاع الملح والفارينة بيان سور باه نلمو العجينة. نبداو على بركة الله. نجيبو غيسيبيون تكون كبيرة،
نبدأ في المقادير. بسم الله، حطوا الزيت، حط الماء، بسم الله، ونحط الحليب. لازم يكونوا دافين، دافين شوية بسخونة، مش دافية وتكون شوية باردة، لازم تكون في الشتاء. في الصيف تكون درجة حرارة الغرفة نورمال. بسم الله، نحط البيضة، نجيب فوي، بسم الله، عفوا نسيت هنا المغرف تاع الخميرة. إذن هاي ديك العجينة تاعي، بسم الله، حط شوية الزيت في ال... حط شوية الزيت في الوحدة تاعي. ها هي العجينة كيف راح تكون، ونحطها هنا. نجيب ورق الفيلم، نجيبو الباكي فيلم ونغطوها، ونغطيوها بسيرفيات ونحطوها في مكان دافي، ونروحو ونحضرو مع بعضنا. نرجعو حباباتي للحشو تاعنا. لهنا الحشو اختياري، كل وحده واش تحب دير، واش يحبو ياكل ولادها، واش يحب ياكل راجلها. انا حنديرلها زوج حبات بصل، قطعتهم دي بتي دي، ولا تحبوا تقطعوا كيما تشطيطها. عندي 3 حبات طماطم رابيتهم، عندي وحده فلفل حلو ثاني قصيتها دي بتيدي، عندي جبن مثلثات، تقدروا تستعملوا اي جبن تحبوه، وعندي لا فيوند هاشي. هنا نسيت ما جبتهاش من الكونجيلاتور، مي دوك في المقله رايحه تتحل معنا. حطيت مقله فيها الزيت عادي، دوك ندبل فيها البصل بيان. كي يدبل بيان هو والفلفل، نزيد له الطماطم، ملح، فلفل اسود، ولا فيوند هاشي نديرها في مقله خلاف، ونضيفها مع الخليط هذاك. العجينه تاعي راهي تخمر، غطيتها حطيتها في مكان دافي. درك كي نخلص الحشوه باذن الله نشوفوا كيفاه نديروا الفطيره تاعنا. هنا العدس تاعي بعد ما نحيت له القشور تاعو، حطيت شويه ماء يسخن يدفى يعني، حطيته، حطيت له حبه ونص بصل مسكرفجين، حطيت له الثوم، وحطيت له الزيت. درك نغطيها لا كوكوط ونخليها تطيب. هاي العجينه تاعنا بعد ما خمرت كيما راكم تشاهدوا، كسر لها الخمره. هنا تحبوا تستعملوها مباشره، تحبوا تخلوها تزيد تخمر. انا هنا ممكن نعاود نردها، علاه؟ باسكو هاو الحشو تاعي راه واجد، لازم يكون ناشف الحشو تاعي هذا، ونطفيت عليه راهو سخون، ما نقدرش نحطوه هو سخون باسكو العجينه شغل تغطى بهكا. سي بور صح نخليها زيت تخمر شويه. كسرت لها الخمره ونخليها تعاود تخمر. الفور تاعي راني شعلته من تحت وخليته، عفوا، دوك نخليها زيت تخمر ونرجع لكم. بعد ما بردت الحشوه تاعنا بيان، نجو بربي ان شاء الله باش نبداو نخدموا الفطيره تاعنا لا التورت. الوغ بسم الله، هاي زاد تخمر، نحطو شويه تاع الفرينه، ونهبطو العجينه تاعنا باش نعجنوها شويه هكا. شوفوا العجينه الله يبارك ما شاء الله. عجنوها مده معينه من الوقت ساوش هي العجينه تتلاصق. نحط الفرينه في يدي ونعجن. اللي عندها عجانه تستعمل العجانه، واللي ما عندهاش تستعمل يدها. هنا نجيب شويه زيت
مطرحة وقسمها زوج كرات وهي تتلاصق، ولازم العجينة تكون هكا تلاصق. الوغ هنا حبيت نهضر لكم حاجة برك، اللي عندها عفوا ما تكيلوش بالكاز اللي كيلت بها انا باش تجيكم وحده صغيره، بك انا على اساس كنت حندير وحده صغيره فينا موجه العجينه كبيره. حنستعمل هذا بلاطو تاع الفول، بعد ما دهنت يديها بالزيت راهي سهل عليا الخدمه، ندير مكويرات هكا كور هذه ثاني هكا. هذه باغي نكوفري بها لاباط تاعنا حتى اباغ. الوغ نبدا بسم الله نقرص فيها هكا، راح تولي لكم خليوها هك شويه وعاودوا قرصوها. هنا راني قرصت العجينه تاعي، ننقبها هنا. اللي حبت ديرها فطائر صغيرين ديرها، ولا حبت ديرها كيما انا ديرها كيما انا. نفرغ الحشو، ونبسطو بالملعقة، ما نوصلش للحرف الاخر خلاص. كيما قلت لازم تكون باردة ولازم تكون ناشفة، تنشفوها بيان. نجيب لا سباتول، ونمشيها توتوتو هكا. حاولوا توزعوها بالتساوي، والحشوه كما سبق لي وهدرت الثاني الحشوه استعملوا الحشوه اللي تحبوا. الوحده واش عندها في الدار، مش تقيدوش بالحشوه اللي عطيت لكم. سامحوني الا جاكم لا فيديو طويل. نجيب قطع الجبن ونحطو عشوائي، هكا ممكن تستغناو عليه كيما تحبوا، يرجع اختياري لكم. انا نعطيكم القاعده وانتوما الشكل كيما تحبوه من داخل كيما تحبوه، هذه حاجه ترجع لكم. درك انا نخليكم ندير لها الطبقه اللي من فوق، ننقبها بالفرشيطه بيان سور، وندير لها لا دوغور وتشوفوها معايا. ها هي بعد ما حطيت لها الكوفير، حاولوا ديروا هاد الخطوه هك باش تلصق العجينه اللي من فوق مع اللي من تحت. حكمت العظمه تاعي، درت لها شويه تاع قهوه وندهن، حاول ندهنها مليح باش تجينا بيان دوغي. دهنوا الحواف، نمشيو البيض تاعنا مليح، وكما سبق لي وهضرت العجينه هذه ممكن ديروا منها الكرواسون، ديروا منها السوفلي، ديروا منها الشيء اللي تحبوه.
هكا. حطوا الهنجة الجلانية اختياري، اللي يحبها يحط، اللي ما يحبهاش ما يحطش. ونحطها طيب، راني شعلت له فوق تاعي من تحت، كي طيب مليح من تحت يحمر لي الحرف نعاود نشعلها من فوق. شوفوا حبيباتي واش درت هنا، حطيت سنينات تاع الثوم، واحد 3 سنينات هكاك، حطيت لهم زيت عرب، زيت الزيتون، معايا هز الغلية الزيتون تاعي نطفي عليه، ولوحة العدس. هذا هو السر اللي يخلي العدس تاعكم يجي بنين بزاف. هنا وغلا كيما راكم تشاهدوا فيه، نصبها مباشرة على العدس تاعي، نخليه يغلي شوية ونطفي. هذه هي الفطيرة تاعي بعد ما طابت وتحمرت من الوجه، دوك ما بقالي غير نقولكم تشوفوهم في صحن التقديم. اذا اخواتي الحمد لله راه ولاد تاعنا واجد، الفطيرة تاعنا راهي واجدة، نقدم لكم تشوفوها. هنا اللي ما تحبهاش تجي خشينة ممكن الكمية اللي درناها دير بها زوج خبزات عادي، ولا ديرها خبزة صغيرة وديرها رقيقة كما تحب. احنا هنا نحبوها تكون خشينة باش تجينا طرية. شوفوا الحشو كما قلت الحشو اختياري، نتمنى تكون نالت اعجابكم. ولاد تاعنا ها هو، الله الله عليه، شوفوا كيف خاطر، والزيت هذاك راح يعطيه واحد البنه لا توصف. ما بقى لي واش نقول لكم حبيباتي، تهلاو في روحكم، انتظروني في فيديوهات قادمه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، وان شاء الله يا ربي يلاقينا ربي في ساعه الخير، في امان الله.